السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم اينما كنتم الى هذه التغطيه الخاصه التي تاتيكم على شاشه الاخباريه السوريه من دمشق. نناقش فيها كما عودناكم اخر التطورات الميدانيه والسياسيه المتعلقه بما يجري في سوريا، ونبدا من الخبر الابرز والاهم وهو تحرير 34 مختطفا برفقه عائلاتهم. كانت المجموعات الارهابيه تحتجزهم في منطقه برزه بدمشق. طبعا المصدر اكد انه تم التاكيد على سلامه المجموعه المحرره بعد اخضاعها للفحوصات الطبيه الاوليه، حيث اقتصرت الاضرار الجسديه على بعض العوارض الصحيه الناجمه عن التعذيب القاسي الذي تعرضوا له على يد المجموعات الارهابيه التي كانت تحتجزهم. اذا عن هذا الموضوع او من هذا الموضوع مشاهدينا نبدا هذه التغطية، وأرحب بضيوفي الذين سيشاركوني بها معي مباشرة: الأستاذ علي الشيخ عضو مجلس الشعب في لجنة المصالحة الوطنية. أستاذ علي أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك، مقرر لجنة المصالحة. أهلا ومرحبا بك. وأيضا الدكتور وفيق إبراهيم معنا، سيكون عبر خدمة السكايب، أستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية من بيروت. وأبدأ مع حضرتك مباشرة أستاذ علي، أهمية هذا الإنجاز اليوم، تحرير هؤلاء المختطفين. الله يسعد أوقاتك وأوقات السادة المشاهدين وضيفنا الكريم من بيروت، وكل عام وأنتم بخير بمجمل الأعياد وشهر رمضان المبارك، آملين على أن يعود إلى أبناء سوريا إن شاء الله وأبناء الأمة العربية بالخير، وأن تكون المناسبات القادمة قد تخلصت شعوب هذه الأمة وشعب سوريا من هذه الهجمة الإرهابية التي طالت الأرض والإنسان معا وطالت الشجر والحجر. سيدتي الكريمة، بالتأكيد هذا الإنجاز الذي تم هو إنجاز ضخم وكبير جدا، وفي قياساته الوطنية هو إنجاز لا إنجاز بعده، إلا أن تتحرر كل جغرافيا سوريا ويعود كل المخطوفين والذين طالتهم يد الإرهاب وأصبحوا لدى المجموعات الإرهابية. طبعا هذه هؤلاء الذين خرجوا، هذه المجموعة التي خرجت من اعتقال هؤلاء المسلحين، من اختطافهم، من الاعتداء على حريتهم، من الحث غير مشروع والغير مبرر لهؤلاء. طبعا بالتأكيد سيد الوطن، امبارح شاهدنا جميعا ان التقى مجموعة من هؤلاء المختطفين، طبعا تم التأكيد على سلامتهم ووضعهم الصحي، وبالتأكيد تم البحث. طب احكي لنا عن دور لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب، وحضرتك مقر فيها كما قلنا أستاذ علي بإتمام هذه المصالحات التي تتم على امتداد الجغرافيا السورية، والتي نتيجتها طبعا تابعناها إخراج المسلحين وعائلاتهم الخارج. سيدتي الكريمة، المصالحة الوطنية هو مشروع وطني، نعم، أطلقه سيد الوطن، هو لكل الوطنيين في سوريا، هو ليس حكرا على لجنة أو مؤسسة أو شخص بعينه، هو مشروع، هو ملك للوطن، وأطلقه سيد الوطن والكل معنيين فيه. بالتأكيد بالتأكيد نحن نقوم مع الخيرين في كل المحافظات. هناك مجموعة من رفاقي في مجلس الشعب، زملائنا موجودين على مساحة جغرافية سوريا، يلتقون مع الفعاليات في كل محافظة على حدة، مع الخيرين، مع الطيبين، مع الوطنيين، وبالتالي يسعوا لإنجاز هذا الموضوع. هذا الموضوع الذي أنجز في دمشق، طبعا مشكورين رفاقي أعضاء مجلس الشعب في دمشق والسيد المحافظ ورفاق مفر الحزب والخيرين من أهل برزة. النسيج الاجتماعي الوطني الحقيقي الذي عمل على أي دور لعبوا أستاذ الكريم بهذه المصالحة أو إتمام إخراج أو إطلاق سراح أو لا المختطفين؟ بالتأكيد قضية التواصل هي قضية من السمات التي تنشط بها لجان المصالحات او الذين قائمين على مثل هذه اللجان. هناك خيرين، طبعا هناك اشخاص يقومون بفعل وطني كبير جدا، يعني مساله التواصل. طبعا الانجاز، يجب ان لا ننسى الانجاز الاكبر والاضخم اللي يتمثل بالجيش العربي السوري
والقوى الرديفة وقواه الأمنية والقوى الداعمة. نعم. هذا الإنجاز الذي يعني بفعل الإنجازات العسكرية التي تمت كان هناك سعي من القائمين على الخيرين والقائمين على مسألة المصالحات الوطنية، فبالتالي تم التواصل مع هؤلاء المسلحين واستطعنا أو استطاعوا بالتأكيد مشكورين هن أن يقوموا بتسوية أوضاع ما يزيد عن 1500 مطلوب ومسلح من برزة، واليوم هي أعتقد أنه في دفعة ما يزيد عن 200 مسلح سيقوم بتسليم سلاحه، وبالتالي خلال فترة وفترة قصيرة جدا ستعمل محافظة دمشق بدورها، ستمارس محافظة دمشق دورها في إعادة الحياة كما يتم الآن في القابون، نزع العبوات وتمشيط المنازل والأزقة والحارات وكل القضايا الخدمية لعودة الحياة خلال فترة وفترة قصيرة جدا إلى القابون والبرزة. نعم، طبعا هذه الدفعة من المعتقلين الذين أو المختطفين عفوا الذين تم تحريرهم أستاذ علي، نحن نعلم بأنه هذا الملف مهم جدا ويشكل هاجس حقيقة للسوريين. اليوم هناك أعداد كبيرة من المخطوفين لدى المجموعات الإرهابية المسلحة، يتم العمل عليها، يتم العمل على هذا الملف لأجل إعادة كل مخطوف إلى أهله وذويه. حدثنا أكثر عن ما تقوم به لجنة المصالحة الوطنية بهذا السياق. سيدتي بالأمس سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد قال أن مسألة المختطفين هو تشكل هاجس لنا كمسؤولين وكمؤسسات وكأفراد. هذه المسألة يسعى الجميع إلى مزيد من تحرير المختطفين. حقيقة الأمر لما يمارس على اخوتنا الذين تعرضوا للاختطاف، وانا كنت احد المختطفين، انا اختطفت واقدر الدور القدر لهؤلاء الجماعات الارهابيه الذي يمارس على اي مختطف. فحقيقه الامر هو يعني عمل دائم ودؤوب لانجاز المزيد من تحرير المختطفين، التسويات هي مشروع، او المصالحه هي مشروع نسعى لان يتحقق حتى يعود الامن والامان. وانت تذكرين سيدتي الكريمه ان سيد الوطن قال ان مصالحه في احدى المناطق السوريه بما معناه افضل بكثير من كل ما يدار في جنيف او خارج جنيف. نحن نتفق الى مزيد من المصالحات ومزيد من التسويات. وحقيقه الامر ان الفترة الماضية وأنا قمت على تسوية مع الكثير من المخيرين من أبناء محافظة دمشق، وبالتأكيد رفيقنا المحافظ ورفيقنا الكرة والطيبين والوطنيين، عملنا على تسوية مجموعة كبيرة من المسلحين، وقد من نفس الأسر وأهالي وحتى هؤلاء المسلحين الذين يقومون نعم أستاذ علي. طيب بدي أسألك من وجهة نظرك، يعني إلى أي حد هذه الصور التي نتابعها والتي نشاهدها على قناة الإخبارية السورية لتحرير 34 مختطف كانوا في برزة اليوم هي تعطي أمل حقيقة لكل السوريين الذين لديهم مختطف أو مفقود بأنه سيعود وسيرجع إلى حضنهم قريبا؟ يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذ علي الشيخ عضو مجلس الشعب. بكل حال سأشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي الشيخ عضو مجلس الشعب مقر في لجنة المصالحة الوطنية، كنت معنا بهذا الجزء من تغطيتنا لهذا اليوم. بدي أشكرك جزيل الشكر. ومشاهدينا ننتقل وإياكم إلى متابعة الملف الميداني وإنجازات الجيش العربي السوري التي يحققها يوم تلو الآخر على مختلف الجغرافيا السورية في أكثر من منطقة. نتحدث عن هذا الموضوع أيضا، ولكن نبدأ مباشرة مع مراسلي الإخبارية السورية في المحافظات يضع
تتابعونا بصورة أهم وأبرز التطورات. ومن حلب مباشرة نذهب إلى مراسل الإخبارية السورية هناك ليضعنا ويطلعنا على أهم التفاصيل وآخر التطورات هناك. إذن أنس، ما هي آخر التطورات اليوم بمدينة حلب؟ نعم، تحية لك رنا. بالتأكيد هنالك تطورات على الصعيد الميداني والعسكري في الجبهة الأكثر تعقيدا، جبهة ريف حلب الشرقي. يمكن القول بأن الجيش العربي السوري ضيق الخناق بشكل أكبر على مقاتلي تنظيم داعش وقياداته الأجنبية الموجودة فعليا داخل مدينة مسكنة، وذلك بعد السيطرة الاستراتيجية للجيش العربي السوري على جذيعة صغيرة وكبيرة، يضاف إليها صوامع الحب لمسكنة. هذه السيطرة التي فعليا أدت إلى هذا التضييق، تضييق الخناق على كامل مقاتلي تنظيم داعش في آخر معاقلهم وأبرز معاقلهم، مدينة مسكنة التي باتت كل قوات الجيش العربي السوري على مشارف هذه المدينة في محاولة لاقتحامها، وأيضا بغية عفوا اقتحامها والسيطرة عليها، ما يعني إنهاء كامل تواجد تنظيم داعش الإرهابي ليس فقط في ريف حلب الشرقي بل في كامل محافظة حلب. التنظيم بدوره سارع إلى تحصين مدينة مسكنة من خلال منظومة الألغام المتطورة التي يملكها هذا التنظيم، وأيضا الخنادق التي حفرها والأنفاق، ناهيك عن المقاتلين الأجانب. يعني هنالك عدد كبير من المقاتلين لتنظيم داعش، إضافة إلى المقاتلين الذين فروا في وقت سابق من المعارك باتجاه مسكنة بما فيه القيادات. كل هؤلاء يتواجدون في مدينة مسكنة في محاولة منهم للدفاع عن آخر معاقلهم، في محاولة منهم لفرملة تقدم الجيش، لأن الجيش العربي السوري فعليا هذا التقدم الميداني الاستراتيجي سعيا منه لإنهاء تواجد تنظيم داعش والوصول إلى الحدود الإدارية لمدينة الرقة وتأمين الجهة الجنوبية لطريق خناصر إثري، هذه الطريقة الاستراتيجية التي تربط مدينة حلب بباقي المحافظات السورية وصولا إلى العاصمة دمشق. فعليا تنظيم داعش خسر عدد كبير من مقاتليه الذين قتلوا على يد الجيش، إضافة أيضا إلى مستودعات الذخيرة والأسلحة وأيضا العربات التي تم تفكيكها من قبل وحدات الهندسة. بطبيعة الحال رنا، سنكون عند أي تطور بالنسبة لهذه الجبهة أو أي جبهة أخرى في محافظة حلب. أعود إليك على أن نعود أيضا أنا وزملائي في رسائل قادمة رنا. شكرا جزيلا أنس رمضان، مراسل الإخبارية السورية، كنت معنا من حلب. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة وكل هذه المعلومات. مباشرة إلى حمص ومراسلة الإخبارية السورية هناك، أيضا تطلعنا على أهم التطورات في مدينة حمص. شيرين العلي، ما هي أهم وآخر التطورات لديك تحديدا الشق الميداني؟ نعم زميلة رنا، تحية لك وتحية لكل مشاهدينا على شاشة الإخبارية السورية. نعم، خلال أسبوع واحد من بدء العملية العسكرية الواسعة النطاق في البادية السورية، استطاع الجيش العربي السوري وحلفائه السيطرة على مساحات واسعة في أرياف حمص ودمشق، ومن ثم إمساك الحدود وتحقيق التواصل البري مع الحشد الشعبي العراقي. العملية فعلا كانت سريعة وناجحة بتحقيق أهدافها باستعادة كامل ريف حمص الجنوبي وفصل مناطق القلمون الشرقي عن البادية، فضلا عن استمرار التوسع في ريف حمص الشرقي. وفي هذه الأثناء تواصل وحدات من الجيش العربي السوري أعمالها القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي على أكثر من اتجاه في البادية السورية، أسفر عن إيقاع أعداد كبيرة من الإرهابيين قتلى وتدمير أسلحتهم وعتادهم. كما دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وتنظيم داعش بمحيط العباسية جنوب تدمر، فيما تمكن الجيش من التقدم عدة كيلومترات شرق تل فري باتجاه بئر السبع مسافة 37 كيلومترا جنوب تدمر. كما استهدف الجيش العربي السوري مواقع لداعش في جبال المستديرة ومحيط صوامع تدمر بريف حمص الشرقي. كما أوقعت وحدات من الجيش عددا من إرهابي تنظيم داعش قتلى ومصابين من خلال رمايات نارية دقيقة على تجمعاتهم في قرية أراك شمال
الشرق تدمر وفي قريتي هبرة الغربية والنعيمة بريف حمص الشرقي. هذه العمليات العسكرية للجيش العربي السوري أدت إلى مقتل العديد من إرهابي تنظيم داعش وتدمير عدد من الآليات والعربات المزودة بمدافع ورشاشات. نعم، هذه إذن آخر التطورات الميدانية في أرياف حمص لهذا اليوم. أعود إليكم زميلة رنا. شكرا جزيلا شيرين العلي مراسلتنا من حمص، أيضا أشكرك على هذه الإحاطة وهذه التفاصيل حول أخبار الميدان في مدينة حمص. أشكرك جزيل الشكر ومباشرة إلى المنطقة الشرقية، ومراسلنا هناك أيضا يطلعنا على أهم وآخر التطورات، أيضا تطورات الميدان التي هي الأهم اليوم والتي يحقق الجيش العربي السوري إنجازات فيها. علي شحود معنا. علي، ما هي أهم التطورات لك؟ أو عفوا أحمد الحمدوش. نعم زميلنا، تحياتي نعم. لك ولمشاهدي الأخبارية السورية. أبدأ معك من الاشتباكات الدائرة صباح هذا اليوم بين وحدات الجيش العربي السوري بمؤازرة القوات الرديفة ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة المقابر، والتي من خلالها تم تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة وتدمير عدد من الآليات ومقتل أعداد من المسلحين. طبعا أيضا سلاح الصواريخ والمدفعية وجه ضربات مركزة لمقار ودشم كان يتحصن فيها عناصر تنظيم داعش إرهابي في محيط الصنوف، أيضا في محيط الفوج 137 وقرية البغالية وحي المطار القديم، وأيضا في محيط المطار العسكري ومنطقة المقابر. طبعا تم تدمير هذه الدشم ومقتل من فيها وتكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة. سلاح الجو بدوره وجه ضربات مركزة لتحركات عناصر تنظيم داعش الإرهابي. تركزت هذه الضربات في محيط جبل الثردة ومحيط المطار العسكري، أيضا في منطقة المقابر وفي حي العمال، وأدى إلى مقتل وجرح أعداد من الإرهابيين. تنظيم داعش الإرهابي يعني كعدده اليومي يتم استهداف أحياء مدينة دير الزور الآمنة بعدد من قذائف الهاون. هذه القذائف تسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وجرح عدد من المواطنين. طبعا المواطنين يتم نقلهم إلى مشافي دير الزور لتلقي العلاج المناسب. هذه كانت آخر التطورات زميلة رنا، أعود إليك. أحمد الحمدوش أشكرك جزيل الشكر، وإلى السويداء ومراسلنا هناك شام حمدان أيضا يطلعنا على أهم التطورات وآخرها في مدينة السويداء. شام، ما هي أبرز التطورات لديك حتى هذه اللحظة وتحديدا أيضا أخبار الميدان؟ شام. نعم رنا، تحية لك والمشاهدين الأخبارية السورية. سنبدأ من الريف الشرقي لمحافظة السويداء. قامت وحدات من الجيش العربي السوري بتثبيت نقاط لها بعمق يزيد عن 40 كيلومتر في الريف الشرقي لمحافظة السويداء في البادية السورية. هذا التثبيت أدى إلى قطع كل طرق الإمداد للتنظيمات الإرهابية من الحدود الأردنية إلى البادية. أيضا وقعت اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش العربي السوري والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في البادية. أدت هذه الاشتباكات إلى تدمير مقر قيادة للتنظيمات، بالإضافة إلى مقتل عدد كبير من أفراد تلك التنظيمات، وأيضا تدمير سيارات كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية لشن عملياتها. بالإضافة إلى ذلك قامت وحدات من الجيش العربي السوري بقطع كل طرق الإمداد من محافظة السويداء التي كانت تتخذها التنظيمات الإرهابية لتهريب المواد الغذائية والمازوت المهرب، بالإضافة إلى السلاح والعتاد. أيضا بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة السويداء وحدات من الجيش العربي السوري قامت بتطويق كامل التنظيمات الإرهابية المتواجدة في تلك المنطقة، يعني سقوط هذه التنظيمات وتلك المنطقة تلقائيا بيد وحدات الجيش العربي السوري بعد قطع كل طرق الإمداد لهذه التنظيمات. هذا التقدم الكبير لوحدات الجيش العربي السوري أبعد خطر التنظيمات الإرهابية عن قرى الريف الشرقي والريف الشمالي الشرقي لمحافظة السويداء، حيث كانت تلك التنظيمات تقوم بشكل دائم بالاعتداء على هذه القرى، بالإضافة إلى النقاط العسكرية الموجودة في تلك المنطقة. مع هذا التثبيت أبعد الجيش العربي السوري خطر هذه التنظيمات عن المدنيين. بالانتقال إلى ريف السويداء الغربي، قامت وحدات من الجيش العربي السوري بالتصدي لمحاولة من قبل التنظيمات الإرهابية المتواجدة في اللجال الاعتداء على إحدى النقاط العسكرية، حيث قامت تلك التنظيمات باستهداف إحدى النقاط بالقنص وأيضا بقذائف الهاون، لكن رد كان عنيف من قبل وحدات الجيش العربي السوري ما أدى إلى تدمير عدة مرات.
قبض لهاون كانت تستخدمه التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى مقتل عدد من أفراد هذه التنظيمات باعتراف التنسيقيات المسلحين. بالانتقال إلى شأن آخر في داخل محافظة السويداء، وهو قيام الجهات المختصة بإلقاء القبض مؤخرا على عدد من عصابات التي كانت تقوم بخطف وترويع المواطنين من أجل طلب الفدية. هذه العصابات هي بشكل تتعامل بشكل مباشر مع التنظيمات الإرهابية المتواجدة في الحدود الغربية وتحديدا اللجام من محافظة السويداء. كانت تقوم هذه العصابات بخطف المواطنين وتسليمها إلى التنظيمات الإرهابية من أجل طلب الفدية. بعد مراقبة ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، تم إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك التنظيمات، واعترفوا بكل المسروقات وعمليات الخطف التي كانوا يقومون بها. أيضا الجهات المختصة قامت بإلقاء القبض على عدد كبير من مروجي المخدرات داخل محافظة السويداء. هذه العمليات للجهات المختصة شكلت ارتياح كبير لدى أبناء المحافظة. طبعا أبناء المحافظة كلهم يد واحدة مع قوات الجيش العربي السوري والجهات المختصة لمحاربة كل أشكال التهريب، بالإضافة إلى كل العمليات التي من شأنها أن تؤثر على أبناء المحافظة، إن كانت من قبل التنظيمات الإرهابية أو من قبل بعض الخارجين عن القانون من داخل المحافظة. هذا بشكل عام آخر التطورات الميدانية من محافظة السويداء. نوافيكم برسائل أخرى حال ورود أي جديد. شكرا جزيلا لك شام حمدان، أيضا مراسلنا من السويداء كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمته من معلومات. ومباشرة أرحب مرة أخرى بضيوفي، معنا الأستاذ علي الشيخ عضو مجلس الشعب، أرحب بك مجددا أستاذ علي، كنا في قمة الاتصال معك قبل أن نذهب إلى رسائلنا واتصالاتنا مع المراسلين. طبعا أهلا ومرحبا بك. وأيضا دكتور وفيق إبراهيم عبر خدمة السكايب، أستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية من بيروت، أهلا ومرحبا بك. وأبدأ مباشرة مع حضرتك أستاذ علي، كنت أسألك إلى أي حد، طبعا عن ذات موضوعنا الأول هو تحرير المخطوفين، إلى أي حد تحرير المخطوفين اليوم يعزز الثقة لدى كل من لديه مخطوف بأنه على يد رجال الجيش العربي السوري بإذن الله سيتم إطلاق سراح كل المخطوفين؟ نعم نعم، طبعا أنا سبق وتحدثت معك، قلت لك أنه العديد من أسر المخطوفين يتواصلوا معي ومع العديد من زملائنا ومع كل حقيقة الأمر من يتصل بهذا الموضوع. حقيقة الأمر أن الأكثرية أو الغالبية منهم، أو إذا قلنا الكل، هم على ثقة تامة ويقين بعودة هؤلاء المخطوفين. وأنا دائما أقول أن المخطوفين لدى هذه الجماعات الإرهابية، لدى القتلة التكفيريين، سيأتي الوقت الذي يترجى به هؤلاء أخوتنا المخطوفين ليتوسلوا لديهم من أجل أن يسووا أوضاعهم. هؤلاء القتلة سيترجون إن شاء الله، وقريبا جدا المخطوفين لديهم حتى يتولن أوضاعهم ويكونوا وسطاء لهم، لأنهم اقترفوا حقيقة الأمر جريمة بحق الإنسانية والبشرية بالاعتداء على الآمنين، سواء في المدينة العمالية أو في الضواحي أو في المؤسسات والمنشآت العامة على مساحة القطب، بأن قاموا باختطاف هؤلاء المواطنين الموظفين القائمين على أعمالهم الخاصة والعامة، واتخذوا منهم أخذوهم رهينة حتى يمارسوا من خلالهم عمليات الابتزاز، سواء الابتزاز العسكري أو السياسي. لكن الكل مقتنع، وأعتقد أننا أصبحنا على يقين أننا وقريبا جدا إن شاء الله سنلتقي نحن وكل من اختطف من قبل هؤلاء القتلة بفضل ثبات شعبنا وقوة جيشنا الباسل، الجيش العربي السوري والقوة الداعمة والرديفة لجيشنا وحقبة السيد وطن السيد الرئيس إن شاء الله. نعم. طيب أيضا أستاذ وفيق أو دكتور وفيق، أسألك عن ذات الموضوع، المنظمات المجتمع الدولي التي تدعي الحرية والديمقراطية وحرصها على حقوق الإنسان
ولطالما حقيقة حملت هذا اللواء وهذه الورقة، ورقة حقوق الإنسان وكمستمسك على الدولة السورية. أين هي من هذه الصور التي تعرض اليوم هؤلاء المختطفين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة؟ نحن نتحدث عن عائلات تم إطلاق سراحها، أطفال، نساء، كما قال ضيفي الأستاذ علي الشيخ، يعني موظفين كانوا على طريق عملهم تم اختطافهم من قبل هؤلاء الإرهابيين. أين من يدعي الحرص على حقوق الإنسان من كل ما يتعرض له الشعب السوري وهؤلاء المختطفين لليوم؟ لذلك علينا أولا تحياتي إليك ولضيفك وإلى كل سوريا. ثانيا علينا أن ندقق في المصطلحات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت على كل العالم أن يتبناها، وهي المجتمع الدولي، المجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان، كلها تعابير فارغة تستخدمها السياسات الأمريكية في سبيل بث أفكارها في كل مكان. سوريا هي الميدان الحقيقي للكشف عن الانتهازية الأمريكية، بأي معنى أن مثلا كل القتلى الذين يؤيدون الدولة يقتلون، يسحقون، يختطفون، لا أحد يتكلم عنهم. تترقب الولايات المتحدة الأمريكية أي عملية أخرى قد يكون قام بها الإرهابيون أنفسهم وتلبسها للدولة وتحملها إعلاميا، وتجعل كل منظمات حقوق الإنسان تجري وتركض في محاولة للكشف عن تفاصيل هذا الموضوع. هذا الأمر بات واضحا. العالم يخضع لموازنات القوى. الذي يسيطر على الأمم المتحدة منذ 1990 هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بالتالي تسيطر على كل مؤسساتها وعلى كل المنظمات المرتبطة بها وعلى كل المنظمات الإقليمية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، هذه جامعة المرافقين. لذلك لا يجب علينا أن نركن إلى هذه التنظيمات، لأنها ممسوكة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. معظم الذين يتم تعيينهم في الأمم المتحدة حاليا الموظفين هم يعني يعملون في خدمة المخابرات الأمريكية. أنا لا أتهم جزافا، أنا أتكلم بشكل موضوعي جدا. لذلك أنا وإياك وكل الناس نسأل، أين هي هذه المنظمات؟ نعم. عندما كانوا يخرجون من كفرية والفوعة وقام الإرهابيون بقتلهم، هل سمعتم واحدة من تلك المنظمات يعني تجري لكي نعرف ماذا حدث؟ كل صمت أبدا. كل يختطفون، يقتلون من الأقليات المسيحية، من السنة، من الشيعة، من كل الأطراف، من المسيحيين، كل الذين قتلوا، ولا أحد يطالب بهم إلا الدولة السورية. لأن الدولة السورية هي أم الجميع، هي التي تفرق بين الفئات. والدولة السورية طبعا حقيقة تؤكد دائما بأنه الموضوع المختطفين دكتور وفيق هو أولوية أيضا، وسيتم العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين بإذن الله. أبقى معي لو سمحت أسألك أستاذ علي، هذا الإنجاز أيضا المضاف للجيش العربي السوري ولجهود لجان المصالحة يتزامن مع إنجازات الجيش العربي السوري في أكثر من نقطة، في أكثر من منطقة جغرافية، في حلب، في ريف حلب، في البادية السورية، في السويداء كما تابعنا، في المنطقة الشرقية كما تابعنا وكما قال مراسلونا هناك. أهمية أيضا ما يحققه الجيش العربي السوري اليوم، وإلى أي حد أسست هذه الإنجازات لكل المصالحات والتسويات التي نتابعها ونشاهدها؟ أختي الكريمة، أنا بس إذا سمحت لي بأقل من دقيقة، يعني أنا بدي أشكر أخونا الدكتور وفيق على أن نحن هذه المنظمات والمؤسسات التي تدعى مؤسسات أممية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة كلها تعمل وفق الرؤية الأمريكية في الأصل، يعني تحركها وفق الرؤية الأمريكية. إيماننا ببساطة، إيماننا كسوريين، وأنا متأكد تماما أننا كأبناء سوريا، كالوطنيين أبناء سوريا، الإيمان يستند إلى قوة جيشنا في الدرجة الأولى، وثبات شعبنا، وحكمة سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد على مدار الأزمة. وفق هذه الآلية استطعنا أن نحقق الكثير، كما تفضلت إلى الشق الآخر، هي الإنجازات العسكرية. كيف تحققت هذه الإنجازات العسكرية؟ بالتأكيد قوة جيشنا، حلفائنا، وفاء
والتزام متبادل بيننا وبين الأصدقاء والحلفاء الذين وقفوا إلى جانب سوريا وإلى جانب الحق السوري والحق العربي بالتأكيد، لأن منطلق العروبة من سوريا. فإذا كنت يبدو فقدنا الصوت، فقدنا الاتصال مع الأستاذ علي الشيخ عضو مجلس الشعب. بدي أشكرك جزيل الشكر بكل الأحوال لوجودك معنا بهذه التغطية. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي. أهمية ما يحققه دكتور وفيق ضيفي من بيروت، أهمية ما يحققه الجيش العربي السوري اليوم في الميدان وتحديدا في البادية، في عمق البادية السوري. الحقيقة أنكم تخوضون في البادية السورية معركة يعني ممكن أن نعتبرها حربا عالمية كبيرة، لأن الأطراف المتورطة بها تشمل كل الأطراف المتورطة في كل الإقليم العربي وكل العالم، يعني أمريكيون، فرنسيون، بريطانيون، إسرائيليون، أردنيون، وبشكل غير مباشر سعوديون وأتراك، يعني كل العالم موجود في البادية السورية. بالمقابل هناك هذا الجيش الذي نفتخر به كلنا، الجيش العربي السوري، وإلى جانبه الحلفاء الروس والإيرانيين الذين يدافعون مع الجيش السوري عن كل المشرق العربي، لأنها معركة ضخمة جدا. الجيش السوري اليوم يخوض في بادية الشام، البادية السورية، الحرب ضد المشروع الأمريكي في المنطقة، ضد مشروع بعض الأطراف من الإخوان وهم تابعون المشروع الأمريكي، ويخوض أيضا حرب ضد المشروع التركي، لأن البادية تقع في وسط يعني هذه المناطق الجنوب الشرق والشمال. لذلك لاحظي هذه الأهميات التي يعني تمسك بها بادية الشام، وهي لذلك هذه الحرب تشعرين أن حرب عالمية كبيرة ليس حرب صغيرة. لذلك من يسقط هنا وبالطبع سيكون الأمريكي يسقط مشروعه ويسقط معه كل الأمريكي وكما هو واضح ويتحدث متابعون ومحللون مهتم جدا بهذه المنطقة الجغرافية من سوريا. دكتور وفيق، لماذا هذا الاهتمام الأمريكي الكبير بهذه المنطقة؟ لأن الأمريكيين يعرفون أن الحدود السورية العراقية هي حاليا أهم حدود في العالم، لأن الإمساك بها هي منع الصعود الروسي ومنع الدور الإيراني ومنع عودة سوريا إلى حالتها الطبيعية كقلب العالم العربي، لؤلؤة العالم العربي. لذلك الصراع على هذه الحدود يتخذ هذا الدور. وأنا قلت على أكثر من محطة أن هذا الحلف ليس حلفا مذهبيا، لأن روسيا ليست دولة عربية وليست دولة تنتمي إلى أفريقيا الإسلام. روسيا تعود إلى المنطقة من خلال سوريا لكي تعاود تركيب دورها الإقليمي والدولي من رمال البادية، وإيران على تحالف مع المقاومة، معروف هذا الحلف الذي أدى إلى تحرير جنوب لبنان، مع الجيش السوري أيضا شارك في عملية تحرير لبنان. لذلك أنا أقول لك هذه البادية اليوم معركة فاصلة. الأمريكيون يعرفون أن الجيش السوري لا يمزح، تعرض لضربة صغيرة هناك ولم يتوقف مع حلفائه، هو مستمر من خلال معبر التنف أو التفافا من ناحية تدمر للوصول إلى قلب الحدود. الجيش السوري ماضٍ هذه أرضه وهذه بلاده، وهذه ليست بلاد الأمريكيين وليست بلاد الأردنيين ولا الفرنسيين والبريطانيين ولا لكل تلك القوات التي تدربها إسرائيل ويدربها أردوغان. أمس طلبوا شراء التسجيل للقوات، ادعت أنها سورية، وتقول يحيى أردوغان. أنا أقول لكم تحيا سوريا وتحيا سوريا العربية. لذلك معركة البادية معركة مصيرية جدا، لكنني أجد أن الطرف السوري والمقاوم مرتاح في المعركة وليس مربك. الإرباك اليوم أمريكي. نعم، ولماذا هذا الإرباك يعني الأمريكي حقيقة؟ وحتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل ما تقوم به تخفق دائما بتحقيق الأهداف الموضوعة من قبلها، وبالتالي كيف يمكن أن نتوقع الخطوة القادمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أمام هذه الإنجازات حقيقة للجيش العربي السوري والحلفاء في هذه المنطقة، وكما قلت أهميتها لوصولها إلى الحدود العراقية، ونحن نعلم أنه أيضا الحشد الشعبي والقوات العراقية أيضا وصلت إلى الحدود. هذه الجزئية ما أهميتها وكيف سيتم التعامل معها؟ الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا استطاع الحلف السوري الروسي أن يكشف كل أوراق أمريكا،
يعني ورقه مثلا وصل الحج الشعبي الى الحدود، اعلن الاكراد انه لن يسمحوا له بالعبور الى داخل سوريا، يعني هذه ورقه امريكيه. قام الاكراد بعقد اتفاق مع داعش على السماح لهم بالتسلل من الرقه الى الباديه، وكان هذا الامر مقروءا لدى الروس ولدى السوريين منذ عده اشهر، ان الامريكيين سيحاولون اقامه منطقه في الباديه للارهاب لكي يتصادم فيها مع الدوله السوريه، وتتعطل امكانيه اكمال الدوله السوريه يعني تقدم جيشها الى الحدود السوريه العراقيه. لذلك الصواريخ الروسيه التي اصابت داعش قرب تدمر وهي تخرج من الرقه انما هي رسائل الى الولايات المتحده الامريكيه ان هذا الامر مكشوف ولن نسمح بذلك لا الروس ولا السوريين ولا الايرانيين. لذلك تحاول امريكا مختلف الجهات، ناحيه الاكراد من ناحيتها، من ناحيه الاردن، ربما من ناحيه اسرائيل، فقط هي تخشى الناحيه التركيه لان الاتراك مشروعهم الخاص لا يريدون الاكراد، لولا ذلك لكانت استعملتهم. لذلك اقول لك ان الموضوع مرتاح لان السوريين والروس وخصوصا الروس تفهموا الاهداف الامريكيه وفهموا وهذا ما يفسر العمليات التي قامت بها روسيا بالايام الماضيه. نعم. بالطائرات كتير. قصف ارتال للارهابيين وايضا صواريخ الكاليبر ايضا قصفوا بها حقيقه التنظيمات الارهابيه دكتور وفيق. صحيح، هذا يفسر هذا الامر بشكل دقيق جدا، وسيفسر ايضا التصعيد الروسي المقبل في هذه المنطقة، لأن روسيا اليوم تلقت عقوبات إضافية من أمريكا ضدها وفهمت اللعبة السورية بمنعها هي من الاتصال. لاحظي روسيا، بحر قزوين، إيران، العراق، سوريا، لبنان، هذا هو الخط الذي تريد روسيا أن تستبدله بدلا من خط أصعب، هو خط بحر أزوف، البحر الأسود، بحر مرمرة، بحر إيجي، البحر المتوسط، وهو الخط التركي الذي كانت تسميه تركيا روسيا دائما بالبحار الدافئة. اليوم تريد روسيا أن تصل إلى منطقتنا من خلال بحار دافئة أخرى هي قزوين، إيران، العراق، سوريا، لبنان. هذا الخط خط أساسي بالنسبة إليها، هو الخط الوحيد الذي يعيد إليها مرجعيتها الدولية. حاول محمد بن سلمان أن يشتري روسيا المرة الماضية وحاول الآن أن يشتري روسيا لكي لا تبقى مصرة على فتح هذا الخط. ماذا يعني هذا الخط؟ يعني أولا دور روسي جديد، استمرار الدور الإيراني، عودة الدولة السورية إلى مركزيتها في قلب المشرق العربي. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني تحرر العراق، وعندما نصل إلى الحدود العراقية السعودية تأكد أن الوضع السعودي يصبح مثل الهواء. لا يعني ذلك هناك استقتال على منع وصول والتقاء الجيشين العراقي والسوري عند الحدود، لأن هذا يعني أن الجيش السوري قد وصل إلى الحدود العراقية السعودية. وأشدد على هذا الكلام، هذه ممالك من ورق لا تقاتل، هذه الممالك تقاتل الآخرين. السعوديون اليوم يدفعون أموال قارون للمنظمات الإرهابية فقط لكي يسقطوا النظام السوري، الدولة السورية، ولن يستطيعوا لأن الأمر صعب جدا. عندما كنتم تتكلمون عن المصالحات كنت أود أن أقول هذه الكلمة، الدولة السورية لا تعتبر حتى السوريين المقيمين في أراضي الإرهاب أعداء. لماذا؟ لأنها تعرف أنهم ضللوا وأنهم مكرهون على تقديم خدمات للإرهاب لهذه الأسباب التي قلت لكم، بالقوة وبسبب المعيشة. لذلك الدولة السورية تمنحهم فرصة جديدة للعودة عن هذا الأمر بعد تحرير مناطقهم، وهي تأخذ بعين الاعتبار مدى التضليل الذي تعرضوا له. هذه هي مفهوم المصالحات، إعادة تركيب الدولة على نحو وطني جديد. هذا ما يقوم به الرئيس بشار الأسد ووزراء المصالحة وهذه الدولة العريقة التي لا تتعامل مع السكان على أنهم أعداء، إنها تعرف من هم أعداءها، الإرهابيون الذين يستعملون القراءات المتطرفة للإسلام في سبيل الهجوم على كل السوريين وعلى كل العرب، لا يفرقون بين مذهب وآخر، يريدون فقط أن يقتلوا ويذبحوا
يعني ويشتروا النساء في سوق النخاسه ويبيعون في محاوله للغلق. وهؤلاء الارهابيين اليوم حقيقه تسمح لهم الولايات المتحده الامريكيه بالعبور الى الباديه، فتحت لهم ممرات كما قلت حضرتك دكتور وفيق الى عمق الباديه السوريه. أين موضوع مكافحة الإرهاب أو ادعاءات مكافحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفها المزعوم من فتح طرق لدخول وعبور داعش أمام أعين الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تعتقدين يا سيدتي أن أمريكا بحاجة إلى 6-7 سنوات لكي تعرف يعني كيف جاء الإرهاب وكيف مر وكيف وصلت الأسلحة؟ أطنان، مئات الأطنان من الأسلحة وكل ناقلات النفط التي ذهبت واتت والاموال التي وصلت. اذكرك بثلاث مواقف، كلينتون اتهمت السعوديه وتركيا. ميركل في تقرير رسمي قالت ان كل الاموال السعوديه التي اتت الى المانيا ذهبت الى هيئات ارهابيه تدرس الفكر الارهابي. كل المراكز الامريكيه والغربيه واوباما كلهم اتهموا السعوديه. لذلك أمريكا تعرف منذ بدايات الإرهاب أن هناك إرهابا يريد النيل من الدول الوطنية في المنطقة. لذلك لم تفعل فقط مجرد غط طرف، أمريكا سهلت لهم الطرق، عززتهم من دون أن تتصل بهم مباشرة، إلا أنها قادرة على تسهيل الأمور لهم بشكل خفي. هذا فعلته عندما تركت تركيا تفعل ما تريد، عندما تركت هذا المال السعودي القطري، فهي اعتبرت أن الإرهاب ضروري مسحوق ترشه على المنطقة الإسلامية لكي تتفكك هذه المنطقة. وبالفعل هذا ما بالإضافة إلى الدعم الإعلامي الخليجي والغربي الذي أدى مهمته بشكل كامل. تفرقة سنة شيعة مسيحيين، هل لدى الأقباط في مصر موقف سياسي حتى تهاجمهم داعش وتقتلوا منهم المئات؟ الأقباط ليس لديهم مشروع سياسي، الأيزيديين ليس لديهم مشروع سياسي. طيب. لذلك أقول لك هؤلاء يقتلون لمجرد القتل فقط، والولايات المتحدة الأمريكية فهمت أن هؤلاء أفضل أنواع الدواء لتفكيك الشرق الأوسط. نعم. لذلك طيب حتى اليوم نعم اليوم نتحدث عن حرب الحدود والحشد الشعبي يصل من جهة العراق وأيضا الجيش العربي السوري من جهة البادية. هذا المتغير اليوم في الميدان إلى أي حد سيفرض معادلات جديدة في القادم من الأيام حقيقة دكتور وفي؟ هلا اليوم أمريكا لا تزال تسعى حتى اليوم إلى تقسيم المنطقة. جيتس وزير الدفاع السابق قال لا تتكلموا، لا تسألوا إذا كانت كردستان ستنقسم، اسألوا متى ستعلن الانقسام. مشروعها في سوريا هو مشروع مناطق آمنة تصبح كانتونات وتتحول آنفا إلى دول. روسيا اليوم في تصريح روسي قالت أنها تأمل أن لا تكون أمريكا تفتش عن هذا الدور. سيدتي أمريكا لا تزال حتى اليوم مع مشروعها، هو مشروع تقسيم المنطقة بما فيها سوريا، لكن الظروف الموضوعية التي كانت موجودة سابقا قد انتهت. اليوم سوريا لم تعد كما كانت منذ 5 سنوات، أصبحت هي التي تقاتل وتقاوم وتتقدم، لم تعد تدافع فقط. لذلك الظروف التي تريدها أمريكا لم تعد موجودة. ثم أنا أود أن أقول شيئا مهما جدا، هو أن هذه الكنترولات غير قابلة للعيش، بمعنى أن ليس لديها أي شيء من موارد الإنتاج. هي كنترولات ستعيش على الأموال الخليجية، وإلى متى؟ ليس من مكان للسوريين إلا داخل دولتهم الوطنية، وهناك 75% من السوريين الذين بقوا في سوريا موجودون حتى الآن داخل الدولة الوطنية. لذلك من أين سيأتون بالناس؟ الناس معاشهم وأهلهم وتاريخهم كله ضمن هذه الدولة. لذلك هذه الدويلات التي تحاول أمريكا أن تنشئها صعبة جدا، يعني مختلفة عن موضوع الأكراد. هؤلاء عرب ومسلمون ويشربون من نفس النهر ولهم علاقات اقتصادية مع كامل سوريا. لذلك أمريكا تريد أن تستعملهم ككانتونات تتحارب إلى الأبد فقط لتدمير المنطقة، لا تريد أن ترى حجرا قائما على حجر في منطقة الشرق الأوسط، لأن شعارها المزيد من الاستهلاك المزيد. وإلى أي حد نستطيع القول حقيقة بعد هذا التطور أو هذه التطورات الأخيرة في الميدان دكتور رفيق بأنه مشروع الولايات المتحدة الأمريكية الذي تسعى إليه وهو يعني فرض عقد
محور المقاومة انطلاقا من سوريا ومن مشروع التقسيم الذي في هاجس الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا أصبح وراء ظهرنا اليوم؟ يعني ليس وراء ظهرنا تماما، إنما فقد الكثير من حيويته باعتبار أن أمريكا تعرفين أنت أنها مرجعية دولية أساسية، وهي لا تزال تأمل بالتفاهم مع روسيا حول بعض المواضيع الجزئية. حتى الآن لا يزال هناك رهان أمريكي على إمكانية قيام شيء من التفاهمات، باعتبار أن أمريكا تعرف أن الدولة السورية الحالية لا يمكن المس بها لأنها محمية من الجيش السوري ومحمية أيضا من التحالفات القائمة وخصوصا الروس. لذلك ستحاول التفاوض مع روسيا على المناطق الأخرى ولم تنجح، لأن روسيا تعرف أنها لكي تصل إلى مرجعياتها الدولية عليها أن تصل إلى الحدود السورية العراقية. لذلك أقول لك أن أمريكا تدخل فقط في مجال التدمير الجديد في سوريا والعراق. هذا التدمير شعاره تصور اليوم ترامب رفض أن يوقع قانون المناخ وعقد المناخ مع الدول الأوروبية، هو معادل حتى المناخ. هل تريدينه أن يكون مع الدول؟ يعني عندما يختلف على موضوع المناخ هذا يعني أنه يقض وضع حد أو وضع في إنترات لتصفية لدخان المعامل والمصانع. لا يريد أي تكلفة، يريد فقط انتزع أسوق النفط أسوق المعادلة. لذلك معركة النادية هي معركة أساسية. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور وفيق إبراهيم، طبعا كنت معنا عبر خدمة السكايب من بيروت. حضرتك أستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية، كنت معنا مباشرة من بيروت عبر خدمة السكايب، وأعتذر على اللحظات الأخيرة، أصبح هناك في مشكلة بالسكايب. شكرا جزيلا دكتور وفيق إبراهيم، وأيضا شكرا لضيفي الأستاذ علي الشيخ الذي كان أيضا معنا بهذه التغطية، ودائما الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على طيب المتابعة. هذه التغطية لهذا اليوم انتهت، بأمان الله.